السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم غادي نحضروا مع بعضنا عصير منعش واقتصادي وكيخرج لنا كمية لا بأس بها، وهو العصير ديال الجزر، يعني بدون عصير ليمون. نمشوا للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للمقادير، هنا عندي كيلو ديال الجزر بعد ما قشرته وحيت لي هاد الريوس اللي كيكون هنا. غادي نقطعو يعني تقطع اللي بغيتو دوائر ولا مربعات. كيف لاحظتوا هنا عندي 4 المعالق ديال السكر سنيده. غادي نعمل هاد الجزر ديالي في هاد الطنجره، يعني بالنسبه للكميه يعني كتحكموا فيها نتوما. كيف كتشوفوا هنا الجزر انا كنقطعو بالقلب ديالو، حيت القلب ديالو يعني حتى هو على لون ديال الجزر، يعني ماشي اصفر ولا يعني اخضر. الا كان اصفر ولا اخضر يعني تحيدوه، يعني حتى ما كيطيبش. صافي. هنا بعد ما وضعت جميع يعني الجزر ديالي في هذا الطنجره، وضعت الماء الكافي والسكر كذلك، وغنوضعو فوق النار حتى يطيب تماما، يعني حتى كيطيب مزيان الجزر. وغادي نزولو. هنا بعد ما طاب الجزر يعني غادي نخليه حتى كيبرد تماما، عاد غادي نطحنوه، يعني ما نطحنوش وهو سخون غير باش ما تخسرش لينا المولينكس ديالنا. هنا بعد ما برد ليا الجزر غادي نوضعو في المولينكس. هنا عندي الياغورت على نكهه ديال المشمش، نتوما ديروا اي يعني نكهه كتبغيو، يعني الحامض ولا يعني طبيعي، يعني يكون عادي. الا كنتو غديروا طبيعي ديروا واحد ساشي ديال لافاني غير باش يعطيكم يعني البنات مع هذا الجزر. انا ما احتاجيتش نوضع اي يعني ما نديرش لافاني، حيت هذا الياغورت يعني بطعم المشمش. صافي. كيف لاحظتوا وضعت هنايا الجزر بالماء ديالو باش سلقنا، وكذلك الياغورت اللي عندنا، وغادي نطحنوا الكل مزيان. يعني هذا الجزر كيجي رائع، يعني هذا العصير يعني منعش واقتصادي، وكيوجد يعني دغيا، وكضروري ما تناولوه يكون بارد باش يجيكم منعش. صافي. هنا بعد ما وضعته في هذا الخلاط الكهربائي غنستنى عليه حتى كيتطحن تماما، وكنحصلوا على خليط يكون املس كيف غادي تلاحظوا. يعني هو ما كياخدش الوقت بزاف. صافي. هنا بعد ما تطحن لينا العصير ديالنا كيف غادي تشوفوا القوام ديالو، يعني بامكانكم الا بغيتوه يكون خفيف من هكا، يعني تزيدوا عليه الماء يكون بارد. بالنسبه لهذا القوام هو اللي يعني انا بغيت. صافي. هنا غنوضعوه في يعني في الكؤوس كيف كتشوفوا، ويعني كيجي لذيذ ومنعش وساهل ماهل واقتصادي ايضا، يعني كيف سبق لي ذكرت بدون حليب بدون عصير. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم اللي هو خفيف ظريف، يعني ما فيش حتى الوقت بزاف، يعني ما بغيتش نطول عليكم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم ديروا جيم، لاول مره كيشاهد القناه ديالي يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا جديد الوصفات. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.